الحقيقة لما بنتكلم على مجموع الخبرات عن مجموعة أكتر من 35 سنة خبرات في المجال الإعلامي، ده بيبقى بالنسبة لي أنا الحقيقة كمقدم برامج هستفيد. يعني الحلقات اللي من النوعية دي أنت بتبقى عارف كويس قوي أن أنت مش هتخش تتطرق إلى موضوعات أو هتسأل أسئلة إلا كل سؤال هتلاقي له إجابة، وإجابة كمان الإجابة النموذجية والإجابة اللي يدرس من بعديها كمان إزاي تتكلم وإزاي تتعامل في الأمور الشائكة. أنا ضيفي وضيف حضراتكم الحقيقة ضيف من العدد الثقيل، هو الأستاذ حامد عز الدين الإعلامي الكبير ومستشار الإعلامي للنادي الأهلي. برحب بحضرتك يا فندم، وشرف كبير لينا حضرتك، شرفنا وتنور. أنا اللي سعيد جدا بأن أكون معك. ربنا يخليك يا رب يا فندم. طيب عايزين نبتدي بالاول، احنا عندنا اكتر من محور احنا اتكلمنا واتناقشنا سوا قبل ما ندخل على الهواء على اعتبار انه منسقين ومنظمين الدنيا. بنتكلم تحديدا عن توصيف الازمه. قبل توصيف الازمه اتفضل يا فندم. دعني اعترض اعتراضا كاملا على سؤال حلقتكم، ماشي، وهو ما رايكم في تطوير المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي؟ انا عايز احكي بالاول حاجه تاريخيه بسيطه. حتى سنه 2003 لم يكن في حاجه اسمها المركز الاعلامي، لا في النادي الاهلي ولا في غيره. وقبل سنه 74 ما كانش فيه حد يمتلك مجله رياضيه، لغايه ما النادي الاهلي كان اول واحد عمل مجله رياضيه. وقبل 8 سنين قبل الافتتاح الرسمي لقناه النادي الاهلي التلفزيونيه لم يكن احد يفكر في هذا الموضوع، وكان الاهلي رائدا مره اخرى، وهو يقرر تطوير مجلته الاسبوعيه في عدد صفحاتها وفي طريقه اخراجها، وعشان تبقى على مستوى الصحافه العالميه مش الصحافه المحليه، وتصبح وتستمر الأولى على كل المطبوعات الرياضية. ويصدر كمان الأهلي مجلة شهرية فاخرة للتاريخ، وأيضا تحقق المركز الأول في التوزيع على مستوى مثيلتها من المطبوعات الرياضية وغير الرياضية. وأن يهتم النادي الأهلي بالإعلام الإلكتروني فيصبح عدد متابعيه اليوم 7,200,000، ويحتل المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، بل وأن يحتل المركز 40 على مستوى الأندية العالم بالإعلام بتاعه الإلكتروني. ما ينقص النادي الأهلي بالفعل هو قناة الأهلي التلفزيونية التي لا يديرها النادي الأهلي. ده كلام لماذا لا يديرها النادي الأهلي؟ كان النادي الأهلي مضطرا وقت تفكيره في أن تبث قناة على الفضاء باسمه أن يكون معه شريك لديه خبرة، عنده أهم حاجة القدرة على البث عبر الكيبلز الساتلايت، وده ما كانش موجود وقتها إلا مع شركة ART اللي تقدمت في مناقصة وفازت بيها، والنادي الأهلي تعاقد معها باعتبارها أوبريتور لقناة النادي الأهلي، والعقد وقتها كان شيء مفيد جدا ماديا للنادي الأهلي وإعلاميا كمان بالنادي الأهلي، لأنه هذا العقد في داخله أن يشكل مجلس إدارة أو يشكل الشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي لجنة فنية. اللجنة الفنية تقدم توصياتها لمجلس الإدارة في العلاقة اللي بين شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وقناة الأهلي اللي بتديرها الـ ART. اللي حصل في الفترة الأخيرة الحقيقة حصل تطورات كتيرة جدا جدا خلت القناة بعد ما باعت كل ما لديها للجزيرة اللي بقت بي إن سبور، إنه ما يبقاش عندها حتى الرغبة في الإبداع والإضافة لقناة النادي الأهلي، ولا ودي النقطة بقى المهمة الإنفاق. الآن الموقف بين النادي الأهلي وبين هذه الشركة هو أن هناك قضية أمام التحكيم الدولي. التحكيم اللي عشان إحنا بنقول هم الناس يعني لم يلتزموا بالعقد، وهم بيقولوا إن في شيء النادي الأهلي ما قدموش وهو توفير المحتوى الخاص بمباريات النادي الأهلي الرسمية على الهواء مباشرة. الموضوع ده أنا ببشر جماهير النادي الأهلي إنه
يعني مع شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي ومجلس إدارة النادي الأهلي اللي رئيسه رئيس مجلس إدارته هو رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي ومع الدكتور أحمد سعيد بصفته هو عضو مجلس الإدارة المسؤول عن اللجنة المسؤولة عن الحاجات الإعلامية توصلنا تقريبا إلى هل يتيح للنادي الأهلي الفرصة لكي يدير قناته وكي تكون معبرة عنه بالشكل اللي يرضيه ويرضي جماهيره. فبالتالي خروج قناة الأهلي التلفزيونية عن قيادة المنظومة الإعلامية النادي الأهلي قد يكون خلى جماهير النادي الأهلي تبقى حزينة، وأنا مجرد واحد من جماهير النادي الأهلي. أنا 35 عاما صوت إعلامي للنادي الأهلي، عشان كده أنا جاي النهاردة وبذل مجهود ان انا ابقى موجود بعد منتصف الليل عشان خاطر جماهير النادي الاهلي العظيمه الرائعه اللي انا جزء منها واللي حبتها جدا وحبتني جدا على مدى هذه السنوات الطوال. فوجئت انه بعضها يكاد يعني يسحب مني شرف الانتماء للنادي الاهلي. حلو، ده هيفتح لي مجال للسؤال على الفترة اللي فاتت، وبعد ما حضرتك اعلنت تأييدك ليه انه يبقى موجود جوزيه بيسيرو، وانا الحقيقة مش هخش في الجدل ده لانه اصبح جدل بيزنطي خلاص، بقى الراجل اصبح امر واقع واصبح مديرا فنيا للنادي الاهلي، وقيل فيما قيل اما بدافع او برغبة الاصلاح من جانب ناس او بدافع او برغبة الاخرين في التحطيم والهدم، انما خلاص الموضوع انتهى بالكامل فمش هخش في ده. ولكن ما قيل أو ما تنقلوا الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وخارجه أن الأستاذ حامد عز الدين أصبح مدافعا عن مجلس إدارة النادي الأهلي، هل هذا الأمر صحيح أم لا؟ أنا عشت وأعيش وسأعيش مدافعا عن النادي الأهلي، وقلت وأقول وسأقول إن النادي الأهلي بدعم جماهيره وبالتزام أعضائه الذين تخطى عددهم 120 ألف عضوية، يعني لو ضربناها في عدد كل أفراد كل أسرة يبقى النادي الأهلي بيقترب من 550 إلى 600 ألف. هذا النادي الأهلي أنا عشت مدافعا عنه، وهو منذ العام 1907 حتى اليوم هو أكبر من كل الذين أدروه بما فيهم المايسترو الخالد صالح سليم، وأكبر من الذين يديرونه اليوم، وأكبر من الذين سيديرونه فيما بعد. الأهلي كيان كبير للغاية، لكن الأهلي كيان محترم للغاية. الأهلي يدار بالعقول الباردة لا العقول الساخنة، لأن العقول الساخنة لا تنتج حكمة. الحكمة هي الكلام المظبوط هو العقل. نحن لا يمكن أن ندير الأهلي أبدا أبدا بعقل ساخن يتابع مباراة كرة القدم، وإلا ما كان الأهلي قد أصبح هو أهلي. عقل المشجع. أنا بقول أنت كنت بتسأل في الأول وكان سؤال عظيم، ما هو توصيفك لما يحدث اليوم والذي يسمى بالأزمة؟ أولا أنا لا أبرر لمجلس إدارة النادي الأهلي، ولست صوتا لمجلس إدارة النادي الأهلي، أنا صوت للأهلي. وعندما عرض علي مجلس إدارة النادي الأهلي الموجود اليوم أن أحظى بشرف خدمة النادي الأهلي كمستشار إعلامي، كنت سعيدا لأنني لم أعطي صوتي لأي من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، بل كنت حتى ليلة الانتخابات أعلن عبر شاشات التلفزة أنني لا أنا أؤيد مجموعة أخرى. أنا كنت أؤيد مجموعة أخرى الحقيقة، لأني أنا ضد التغيير المفاجئ والتغيير الحركة المفاجئة أبسايد داون التي نلجأ إليها الآن في مصر وفي الدول العربية، لابد أن تصنع خلل. فكنت أرى أن يكون التغيير المطلوب جدا هو تغيير تدريجي، لأنه الكيانات الكبيرة ما ينفعش نجيب السقف على الأرض مرة واحدة. فكنت دي كانت وجهة نظري، لكن أنا أحترم كل عضو في أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وأرى أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي نستطيع أن نشكل منهم 50 وزارة لحكم مصر وليس 50 مجلس إدارة
لإدارة النادي الأهلي. كل من في الإدارة في النادي الأهلي الحمد لله فيه الكثير من القامات في السياسة وفي الاقتصاد وفي القانون وفي الفن وفي الثقافة وفي كل شيء. طيب اسمح لي أقطع حضرتك في جزئية معايا. حضرتك قلت إنه التغيير أنت ضد التغيير المفاجئ كما وصفته من أعلى لأسفل أو من أسفل إلى أعلى. وبالتالي ده خليني أسأل حضرتك، ولماذا إذن قبلت المهمة؟ لأنه قبلتها؟ إنها صعبة للغاية. لا 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 أنا قبلتها لأني دوما أدافع عن النادي الأهلي وأدافع عن مبادئ النادي الأهلي. المبدأ الأعلى لدينا جميعا في النادي الأهلي بلا استثناء هو أن الأهلي فوق جميع أعضائه، فعندما يتقدم أو يطلبني مجلس إدارة يعلم كل أعضائه أنني لم أكن معهم ولم أعطيهم صوتي مطلقا، فهذا يدل على أنهم اختاروا مصلحة الأهلي واختاروا شعار الأهلي أن الأهلي فوق جميع أبنائه. طيب ما هو حضرتك ما عندكش قناعة أصلا بالموجودين، وبالتالي اديتهم ما اديتهمش صوتك، اديت صوتك لمجموعة أخرى، فعدم وجود القناعة ده هيدفع حضرتك وأنت قامة كبيرة جدا جدا أنه تدافع عن أمور قد تكون غير مقتنع بيها أو تتكلم صحيح. لا فضل. أنا جئت مستشارا إعلاميا لأقول أين الحق وأين الخطأ. طيب كويس. ولم آتي لأبرر ولم أتعاقد مع النادي الأهلي للعمل مستشارا إعلاميا، لكنني متطوع بلا أجر من أجل النادي الأهلي. أنا متطوع بلا أجر وكان شرطا من جانبي لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وهم يتفقون على أن أتولى هذه المهمة، لكنه ليس منصبا. أنا لا أتقاضى ولن أتقاضى أجرا في النادي الأهلي لأني أتمنى أن أكون قريبا من صالح سليم. توصيف الأزمة. توصيف الأزمة أن النادي الأهلي في الحقيقة لديه جمعيتان عموميتان. جمعية عمومية من أعضائه. أعضائه الآن المنتشرين في ثلاثة من مقار النادي الأهلي. ده ما كان صالح سليم كان موجودا في النادي الأهلي. كان الأهلي في الجزيرة، وكانت بداية أن يكون لدينا أهلي في مدينة نصر. وكان إنجازا عظيما. استكمله الكابتن حسن حمدي ومجلسه وبدأ في المقر الجديد في الشيخ زايد اللي كان على وشك الافتتاح، واستكمله المجلس الموجود، لأنه هكذا نحن في النادي الأهلي الكبير الذي لن يهزه أحد على وجه الإطلاق من هنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن كلهم أبناء الأهلي وكلهم يعرفون قيم الأهلي ومبادئ الأهلي وأعراف الأهلي وتقاليد الأهلي. الكل في واحد، الكل يسلم بعضه من أجل إعلاء بناء النادي الأهلي. أما الأزمة التي أراها من وجهة نظري مفتعلة هذه الأيام فهي بسبب جمعية عمومية ملايينية تركيبتها شابة متحمسة منفعلة. النادي الأهلي مباراة الكرة القدم اللي هم الجمهور النادي يعني الأهلي وخصوصا هؤلاء المتطرفون في عشق النادي الأهلي، ولذلك نطلق عليهم الألتراس، لأنه ألترا يعني تطرف، وأنا الحقيقة أعتز أنني متطرف في حب النادي الأهلي، لكنني متطرف صاحب عقل بارد. لكنهم جميعا في هذه المرحلة السنية، وكنت مثلهم من زمان، في انفعال وفي حماس. والدليل على هذه الجمعية العمومية الملايينية التي يتعين على مجلس إدارة النادي الأهلي التعامل معها، هذه الجمعية العمومية الملايينية رضيت بثلاث بطولات حصل عليها الأهلي وأنا لم أكن أرى أنه يستحق الحصول عليها، وكانت كلها بمحض كثير من التوفيق. النادي الأهلي فاز ببطولة الكونفدرالية وهو يواجه سيويسبور الكوت ديفواري، وكان الحقيقة الإيفواريين كانوا أفضل كثيرا وأضاعوا الكثير من الفرص، لكن إرادة الله كانت أقوى والتوفيق كان معنا، فسجل عماد متعب هدفا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضايع. بطولة فاز بها الأهلي وانفعلت جماهير الأهلي وقدمت عرضا يعني مهرجانيا عظيما. تمام. النادي الأهلي فاز. أنا داخلي لا وكتبت ذلك، أنا لم أكن مقتنع وكتبت هذا في مجلة النادي الأهلي. طيب. في النادي الأهلي وهو يفوز على الزمالك في بطولة السوبر الأهلي والزمالك كانوا ندين، وكان يمكن الزمالك يعني أكثر توترا بس، فعشان كده ما كسبش، وبعدين لعبنا ضربات جزاء أضاع لاعبه الأهلي ضربتين،
لكن القدر كان هناك وكان التوفيق إلى جانب الأهلي، فأطاح كوفي بضربة جزاء وأعلن الأهلي بطلا للكأس. الأهلي قبلها في الدوري فاز ببطولة الدوري بفارق هدف لا نقطة عن نادي سموحة السكندري. لماذا؟ لماذا الأهلي لم يكن يعني كان الحظ بس هو اللي بي بي بيدعمه؟ لأنه مصر تعيش ظرفا استثنائيا منذ 25 يناير حتى اليوم. الأهلي نجح في أن يمر في 3 سنوات في أن يتماسك وأن يبدو قويا جدا جدا فيما كانت مؤسسات مصر كلها تعاني من هذا الفلتان العجيب. صح؟ النادي الأهلي الذي وقف الحظ جانبه في 3 بطولات خدها في 6 شهور الأولى من عمر مجلس الإدارة الحالي، تخلى عنه الحظ الحقيقة في 2 بطولات أو في 3 بطولات هنقول في 12 يوم. تخلى عنه أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الأهلي كسب المباراة هنا وكان خسر المباراة هناك، ولعبنا ضربات الجزاء اللي هي ضربات الحظ الترجيحية فخسرنا، وكان الأهلي أفضل بكثير باعتراف الجزائريين لا باعترافي. نادي الأهلي لعب نادي الزمالك في نهائي كاس مصر، كانت نسبة استحواذ النادي الأهلي تتخطى 64% بعد هديتين من مدافعي الأهلي مش ممكن يكرروا كمان قرن. فكسب الزمالك ولم يكن الأهلي إلا الأفضل فعلا، حاول جدا، ولكن التوفيق الجنرال توفيق على حد وصف زميلنا العزيز الكابتن حسن المستكاوي تخلى عن النادي الأهلي. لعب الأهلي مع أورلاندو بايرتس في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، وسجل الجنوب إفريقيون هدفا بعد 8 دقائق ولم يصلوا بعدها إلى المرمى. كان النادي الأهلي هو المسيطر لكن الجنرال توفيق تخلى عنه. كانت المباراة الأخيرة نموذج لتخلي التوفيق، لأنه الكرة حالة معنوية ممكن تبقى أقل ما تكسبش. بس أستاذ حمد مش بس التوفيق، النادي الأهلي ما كانش كويس في لا صحيح في المباراة الأخيرة استحق الأهلي الخسارة. لماذا؟ لأنه كان قد أنهى مهمته بنجاح عندما سجل هدفين وأضاع هدفا من انفراد كامل لأحسن لاعب في المباراة دي كان إيفونا الأنجولي، لكن الأهلي بعد كده حصل جابوني سقوط نفسي رهيب أدى إلى هذه الخسارة. إيفونا جابوني، إيفونا من الجابون. جابون. طيب أنا إذا سمحت لي ده توصيف كمان لما يتعلق بخسارة النادي الأهلي للفترة. أستاذ حامد لما يبقى موجود في النادي الأهلي مستشار إعلامي بحجم حضرتك وبحجم حوارك وحديثك وثقتك في نفسك ولا يتم الاستعانة به أمام شاشات التلفزة زي ما حضرتك ما بتذكر، يبقى في هنا أمر محتاج حد يقول لنا إيه. النادي الأهلي مهندس عادل القيعي قال ده امبارح وقاله قبل كده، النادي الأهلي مخترق إعلاميا وأكده أكتر من شخص، وبالتالي إحنا لما النهاردة بنطرح سؤال تطوير المنظومة الإعلامية هو الغرض منه ده، ازاي النادي الاهلي يرجع يقفل تاني على نفسه؟ ازاي ما يحصلش اختراق؟ يبقى نقول كيف ينجح الاهلي في الاغلاق على منظومته؟ هذا الكلام مش مظبوط. انا بقول ايه؟ ما هو المنتج الاعلامي الذي يقدمه النادي الاهلي؟ اعلام مكتوب، وانا قلت لك ان النادي الاهلي في المقدمه ماشي. سواء بمجلته الاسبوعيه او بمجلته الشهريه. لا حته بقى تسريب الاخبار، على فكره أصبح تسريب الأخبار أسهل بكثير من قص أظافر اليد. لماذا؟ لأنه أنت بقى معك إحنا كان أما بقول ما كانش عندنا مركز إعلامي ولا إحنا ولا غيرنا لغاية ما أنا كنت صاحب اقتراح لمجلس إدارة النادي الأهلي بضرورة وجود مركز إعلامي يتعامل مع الإعلاميين الذين تكاثروا جدا جدا بشكل كبير، لأنهم لم يصبحوا هم فقط الذين يغطون النادي الأهلي للصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الرياضية وغير الرياضية، ولكن أضيف إليهم الكثيرون جدا من بتوع برامج التوك شو الرياضي. طيب. اللي احنا واحد منهم وغيرهم كثيرون، وايضا اضيف لهم بقى الاخطر مواقع مهولة بتطلع كل يوم اسهال مواقعي فالناس بقت كتيرة، فقلت لابد من وجود حد يعني في خدمة صحفية يقدمها النادي الاهلي في انه بيرسل لكل هؤلاء اخبار النادي الاهلي الحقيقية عشان ما يسيبش فرصة لحد. اللي بيحصل ايه بصراحة؟ بص يا استاذ ابراهيم، تعرف انا من زمان شايف فيك اعلامي رياضي مختلف لكثير من الاسباب. اللي بيحصل بالراحة خالص ان احنا في عندنا نوعين، عندنا الرياضة والفن.
انا اعرف فنانين كثيرين وكانت لي في الصحافه الفنيه صولات وجولات كانوا بيخترعوا عن انفسهم حوادث ان هو تعرض للموت لانه الناس ما عادتش فاكره اسمه. صحيح. ايضا في كره القدم كره القدم تحديدا لانه الموضوع ده احنا لازم نفرق بينه وبين بقيه الالعاب الرياضة. كره القدم تحديدا انا عندي النادي الاهلي عنده 25 لاعب في 11 بيلعبوا والباقي ما بيلعبوش وفي مجموعه احتياط اللي قاعدين احتياط دول بيقعدوا يوصفوا المكان اللي هم فيه بانه التلاجة وبينتظروا الذين يتصلون بهم بعد منتصف الليل عشان يقول لهم ده حصل وحصل وحصل وفي ناس بقى بره خالص دول متفرغين تماما لان هم يهمهم ان يحصل دي طبيعه بشر هذا ليس احترافا ما لا ما هو لم يكن ما هو لم يكن لماذا لانه لم تكن وسائل الاعلام بهذا التضخم المرضي هناك تضخم مرضي ادي نمره واحد في ناس ما لهاش علاقه بالاعلام تعمل في الاعلام انا عندما يعمل معي صحفي بتبقى اهم حاجه قبل ما اقول له انت صحفي ان اتاكد اولا من مصداقيته ثانيا ان اتاكد من عدم وجود غرض لان الغرض مرض فهؤلاء موجودين على فكرة دول موجودين في الأهلي موجودين في الزمالك تحديدا ليه لأن هم بيستسهلوا الفبركة حوالين النادي الأهلي لأنه أنت اكتب أنت النهاردة أنا عملت إحصاء لما ينشر في كل الصحف المكتوبة والصحف المسموعة في الإذاعة والصحف المرئية اللي احنا فيها فلقيت أنه اسم النادي الأهلي هو السائد بنسبة تزيد على 85% طبعا. لأنه الأهلي الكبير لذلك بتبقى إيه ردود الفعل كبيرة هل تعلم أن هناك مؤسسة صحفية الآن كبيرة عريقة جدا من أقدم المؤسسات الصحفية تتعامل مع النادي الأهلي كما لو كان هو العدو الأول لأسباب تجارية والجورنان ده جورنان اسمه كبير جدا فيتناقل عنه بتوع المواقع أيوة قومي ايوه يتناقل عنه بتوع انا عارفه بس الصحفيين مش عايز تقول اسمه لا طيب. اريد لان انا قلتها قبل كده قلتها مكتوبه يعني بس لا ده يعني. لكن الحقيقه انه السبب تجاري بيزنس اعلانات فانت تهاجم النادي الاهلي بان تنشر بخطايا صحفيه تخلط ما بين الخبر والراي طيب اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي هيقول لا سبيل لمعالجه الامر وانه لا لا لا. طالما ان هناك عدد كبير من مواقع الانترنت وعدد كبير لا 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 طيب اتفضل لا لا الاعلام هو مراه للواقع ما لم يكن هناك غرض مرضي الاعلام مراه للواقع بقول لحضرتك خلي احنا النهارده انا بقول لك الاهلي فاز بثلاث بطولات في الست شهور الاولى من عمر المجلس اللي موجود ده ماشي. وانا بقول انه الحظ كان له دور كبير ماشي. خلاص ماشي. لكن الجماهير والدنيا والصحافه والصحف الاولى والبتاع كانت عظيمه عندما كان النادي الاهلي يفتتح مركزه الجديد او مقره الجديد في الشيخ زايد كان الاعلام المصري احمرا قانيا صحيح. كله كان بيتكلم عن النادي الاهلي فانا بتكلم الواقع بينعكس فانت الناس بتلاقي فرصه لكن الحقيقه بقى خلي بالك عيد تاني انا لا ادافع عن مجلس اداره للنادي الاهلي انا ادافع دوما عن النادي الاهلي ولو ارتكب هذا المجلس اخطاء ساكون اول من يشير الى هذه الاخطاء هذا المجلس فيه مصيبه كبرى عجبتك تصريحات رئيس النادي الاهلي امبارح في انا الحقيقه اداره الحوار بمعلومات غير متكامله هي دي اللي ما عجبتنيش لكن خليني اكمل الفكره اللي انا كنت بقولها وتصريحات رئيس النادي الاهلي هل هتأذلني بالاجابه على السؤال ده مجلس الاداره يا استاذ حامد نعم هل هتأذلني بالاجابه على السؤال ده اتفضل وتصريحات رئيس النادي في حد ذاتها كيف وجدتها انا هقول لحضرتك ليس مطلوبا من رئيس النادي الاهلي بصراحه شديده جدا ان يعرف نتائج كل فرقه الرياضيه عندما تكون هذه الفرق بهذا العدد الكبير. النادي الاهلي حتى الكابتن صالح سليم لم يدره الا قامات كبرى في السياسه والاقتصاد وغيره. كان لكن صالح سليم لانه صالح سليم وبعده حسن حمدي لانه تلميذ صالح سليم النجيب الذي تعلم منه كيف يضبط اعصابه وكيف ينتقي كلماته وكيف لا تاخذه شهوه الاعلام فليس مطلوبا من رئيس النادي الاهلي على فكره ان يكون اعلاميا وان يكون خطيبا وان يكون مفوها لكن لا المطلوب اليوم يتحدث. لا هو الان الناس دوما بتبقى محتاجه ايه الراجل اللي في الصوره والمهندس محمود طاهر
سلبا او ايجابا اصبح هو اللي بيتصدى لكل الاشياء. لماذا؟ لان معه مجلس الحقيقة خبرته قليلة. الوحيد من اعضاء المجلس الذي سبق له ان كان عضوا في مجلس ادارة النادي الاهلي هو المهندس محمد عبد الوهاب. حتى الكابتن طاهر الشيخ رغم انه طبعا قامة كبيرة وقيمة كبيرة وكان لاعبا كبيرا، لكن هو كان ابتعد تماما عن المجال الرياضي بكل اللخبطة اللي فيه دي، وانشغل بعمله الخاص، وبالتالي خبرته في هذا الموضوع ايضا قليلة. الباقون للمرة الاولى، وبناء عليه الرجل، وهذه قد يكون الوصف ليها انها خطأ، هو تحمل كل الاشياء على حساب نفسه. يعني بقى اللي بيغلط في فريق الكوره بيهاجمه محمود طاهر، اللي بيغلط في الهاندبول بيهاجمه محمود طاهر، اللي بيغلط في الاداره ليه؟ وهذا خطا، لانه انا دعوت المهندس محمود طاهر منذ اول لحظه الى ضروره تفويض الاخرين عشان يبقوا هم اللي بيتحملوا المسؤوليات، لانه النادي الاهلي مؤسسه كبيره متشعبه. احنا النهارده انا قلت انه كيف يكون 11 شخصا كافينا لإدارة النادي الاهلي وهو لديه 3 اندية، لانه عنده الجزيرة وعنده مدينة نصر وعنده هناك، ازاي يبقوا 11؟ يعني هنا لابد ان الجمعية العمومية للنادي الاهلي، وفي اقرب وقت، وهذا سيحدث بمجرد صدور قانون الرياضة الجديد، تقوم الجمعية العمومية للنادي الاهلي بوضع لائحة خاصة تناسب حجم النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي واللعبات الكتيرة جدا اللي بيلعبها النادي الاهلي. النادي الاهلي على فكرة حتى ما قبل المجلس الحالي كان يفكر في تقليص عدد اللعبات اللي موجودة، لانه قال لك ما احنا هنصرف عليها منين. طيب ابناء في الجزئية بتعتبر ده جزء اصيل بقى من وجود حضرتك كمستشار اعلامي النصح. فحضرتك نصحت المهندس محمود طاهر انه هناك حالة من حالات التفويض في امور عدة. لم يؤخذ من نصيحة حضرتك؟ لان الامور مشيت. يعني الامور مشيت ليه؟ لانه الاهلي انشغل بتحقيق انجازات على الارض يشعر بها ايه اعضاء الجمعية العمومية الاصيلة. الاهلي كورة؟ لا، ما هي هنا ده، لا هذا غير صحيح. ازاي فضل؟ انا لو كان النادي الاهلي كورة، امال 600,000 من اعضاء النادي الاهلي واطفالهم وشبابهم وستاتهم اللي بيلعبوا رياضات مختلفة، واللي اعضاء في النادي الاهلي يعني لهم حقوق على النادي الاهلي وبيدفعوا اشتراكات في النادي الاهلي واشتراكاتهم بالملايين في النادي الاهلي، يبقى ايه حقوقهم؟ اذا كانت ما اقدرش اعمل ده، ما اقدرش اعمل ده واعمل ده. الكورة للجمعية العمومية الملايينية. أيوه. ومرة اخرى ما انا بقول اهو، احنا النهارده واحنا بنعمل انت منشغل في بناء بيت، فقد انت عايز البيت يظهر قدامك واولادك يفرحوا بيه ويبداوا يستخدموه، ممكن تنسى الباب فتبقى ترجع له تاني. انا اقصد ان اقول ان هناك ايضا حاله من حالات السرعه في الانجاز، لانه الموجود لم يبني من قبل فهو يريد ان يسارع بالبناء، وهذه نقطه ايجابيه. اما مساله الكوره فهذه نقطه اخرى، لو اردتني لفتحتها. طيب مجلس اداره النادي الاهلي ما فيهوش حد له علاقه بكره القدم بخلاف الكابتن طاهر الشيخ، ده اثر بشكل كبير جدا على التعامل الاعلامي حتى كمان، والتخطيط لازاي قرارات مجلس الاداره تخرج للناس عن طريق الشكل الاعلامي. هل حضرتك ليك وجهه نظر في القصه دي تحديدا، في الامر ده تحديدا، لما يخرج مجلس اداره النادي الاهلي كما تعودنا وكما ذكرت حضرتك، مجلس اداره النادي الاهلي يخرج من اجتماع الكل ينتظر هذا الاجتماع، يخرج بيان على الموقع الرسمي او يدلي به مدير عام النادي الاهلي او يتم تخصيص له يوم كامل بمؤتمر صحفي في مقر النادي، هذا لم يحدث على الاطلاق؟ لا، ما هو الحقيقه ايه، ما حصلش مواقف فيها مشاكل متعدده. الموقف الاخير احنا هو في الموقف الاخير حدث فيه الحقيقه اخطاء سببها مره ثانيه قله الخبره، كمان مره قله الخبره كانت سببا وراء انه بقى في اكتر من مصدر بيتحدث، وربما هو ده اللي يكون ازعج المهندس عدل القيعي الذي اصفه دوما بانه ايقونه في جبين النادي الاهلي، انه يعني ايه يعني فضل التراجع لفتره، لكنه دوما كان وسيكون ان شاء الله ربنا يديله طول العمر
في خدمة النادي الأهلي في أي موقع. النادي الأهلي الآن يا أستاذ إبراهيم في حالة استثنائية، وكرة القدم كلها في مصر في حالة استثنائية. هل نلعب مباريات طبيعية؟ لا. أين الجماهير؟ أين المسابقات؟ إحنا البطولة اللي فاتت دي قعدنا واقفين 50 يوم مش عشان كان عندنا معسكر للمنتخب ده، عشان عندنا 22 شاب استشهدوا في ملعب كرة. قبليها قعدنا لمدة سنة عشان خاطر 74 من خيرة شباب النادي الأهلي اللي استشهدوا في بورسعيد. هل هذه ظروف طبيعية أم أنها استثنائية؟ إن كانت استثنائية فأرجوك لا تستخدم القواعد الطبيعية. عندما يكون الأمر استثنائيا لابد أن تكون الوسائل التي تستخدم معه وسائل استثنائية. حصل قلة خبرة. بقول هذا المجلس تسلم النادي الأهلي في إبريل من العام 2014، ونحن اليوم في شهر سبتمبر أو في بداية أكتوبر من العام 2015، أي لم يمض عليه عام ونصف. علينا كما نتحدث عن تفجير السلبيات في النادي الأهلي في أماكن بعينها لكي ينقل الآخرون عنها، أيضا أن نتحدث عن إيجابيات مهمة حدثت في النادي الأهلي في ظل مجلس إدارة خلي بالك اختارته الجمعية العمومية، ورئيس مجلس إدارة حصل على أصوات توازي 3 أضعاف المنافس. إذن هذا المجلس اختير برغبة جماهيرية داخل أعضاء النادي الأهلي في التغيير ومنح وجوه جديدة الفرصة. يا سيدي الفاضل، أنا وقتي مع حضرتك شرف على انتهاء، إنما أنا مستمتع جدا بالحوار وعندي سؤال مهم جدا متعلق به. هل بتشعر انه الامر فيه قدر من المبالغة في تهويل الامر، في اشعار الناس بشكل كبير انه في حالة اضعاف للنادي الاهلي، لا سيما كمان مع تصريحات متسقة اتجاه رئيس النادي الاهلي اللي اتكلم فيها ان هناك مؤامرة، ايضا اللواء محمود علام مدير عام النادي الاهلي، وكانت تصريحات صادمة بالنسبة لناس كتير. الحقيقة أيضا اللواء محمود علام مدير عام النادي الأهلي وهو رجل نكن له كل الاحترام، لكن أنا أعتقد أنه تسرع في استخدام مثل هذا التعبير، والدليل أنه قبله بساعتين كان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي حكيم كرة القدم المصرية الذي يتولى الآن في اللحظة التي نتحدث فيها مهمة في غاية الأهمية لمستقبل كرة القدم في النادي الأهلي، وهو يخوض مباراة السوبر المصري أمام نادي الزمالك في دولة الإمارات الشقيقة التي تصنع لنا مهرجانات عظيمة، وهذا في حد ذاته جزء من الاستثناء أن السوبر المصري يقام بعيدا عن القاهرة وإن كان في بلدنا الثاني الإمارات. كابتن عبد العزيز عبد الشافي طلع قال للكابتن فتحي مبروك لا توجد مؤامرات في النادي الأهلي، وعلى الذين تحدثوا عن مؤامرة كونية أن يتحملوا مسؤوليتها، لكن النادي الأهلي لا يعرف المؤامرات. النادي الأهلي في لحظة وليست سنة، في لحظة استثنائية تسببت فيها خسائر تعتبر على فكرة احنا عمالين نتكلم ونقول النادي الأهلي والحكاية وأين وراحة وكذا، النادي الأهلي الثاني في بطولة الدوري وصل إلى بطولة رابطة الأبطال الأفريقية، نادي الأهلي الثاني بتاع كاس مصر، النادي الأهلي خرج في الكونفدرالية وهو في الدور قبل النهائي. هي الناس مش متعودة من النادي الأهلي العظيم بقدر عظمته نحن نعتبر إنه هو خرج أو خرج في المركز الثاني بعد 12 سنة في المركز الأول. كارثة الكوارث يا للهول. طيب ما هو النادي الاهلي الناس مش متعوده عليه انه في المركز صحيح، ولكن مره اخرى ادعو الجميع. انا على فكره انا اسف جدا لان انا عمري ما بتكلم بانفعال، حتى البعض كان بياخذ عليا الايقاع الهادئ شويه في الحوار، لكن انا منفعل الحقيقه من اجل كيان النادي الاهلي، من اجل كيان النادي الاهلي اللي احنا شايفينه حاجه بسيطه وهو شيء عظيم، وايضا من أجل أن تتوقف العقول الساخنة عن سخونتها وأن تفكر قليلا. موضوع مدرب ومش مدرب، أنا عشت 35 سنة
وكنت مقربا من الكابتن صالح سليم، وكنت أعرف الكابتن حسن حمدي وهو يلعب كرة، وأعرف الكابتن الخطيب، وأعرف كل نجوم الأهلي ورجالات الأهلي الكبار في مجالس إدارته المختلفة. وما حدث هذه الأيام هو شيء غير مسبوق، ربما يكون هذا هو الذي دفع البعض للحديث عن مؤامرة أو غيرها، خصوصا في وجود آراء معارضة للمجلس من الذين وقفوا معه. صحيح. أنا لم أقف معه يا أخي، ولكنك في إذن أنا أقول الحق، أنا أتحدث عن قيمة كبيرة اسمها الأهلي، لن يسقط النادي الأهلي. وحنقفل على الكلمة بتاعت لن يسقط النادي الأهلي إن شاء الله، نتمنى ده، لأنه النادي الأهلي قيمة وقامة كبيرة جدا في الوسط بالكامل، الوسط الإفريقي والوسط العربي. حامد أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا حضرتك، شرفتني ونورتني وأنا استمتعت جدا بالحوار واستفدت منه الكثير الحقيقة. أنا اللي سعيد وآسف على بعض الانفعال لك من أجل الأهلي. مبرر كله يهون، مبرر يا فندم، كل الانفعالات مبررة. بسرعة بس ممكن ناخد كده سريعا ردود أفعال الناس. احمد بيقول بجد شكرا يا ابراهيم، انت من الناس المحترمه، احنا كنا سائلين حضراتكم سؤال متعلق واعترض عليه الاستاذ حامد عز الدين، متعلق بتطوير المنظومه الاعلاميه. الاهلي يطور نفسه اولا عن طريق مجلس الاداره واصلاح اي خلل موجود فيه. احمد السيد بيقول هيطوروا ازاي، وكل يومين الحاج محمد عبد الوهاب بيتكلم في القنوات، لازم يبقى في متحدث. سامح بيقول انا شايف انه رئيس النادي الاهلي كان لازم يتكلم في اموره، كان عنده كل المعلومات. محمود السيد وده اخر حاجه بيقول بالاستماع جيد لصوت الجمهور والتواصل الدائم والمصداقيه، وقبل كل هذا اختيار الاشخاص المناسبين للاعلام الاهلي. حلقتنا خلصت النهارده من ساعه رياضه، اكرر شكر حضرتك تاني يا فندم وشرفتنا. انا اللي سعيد وانا اللي بشكرك جدا. شكرك يا فندم، شكرا جزيلا. حلقتنا خلصت من ساعه رياضه، غدا باذن الله لقاء متجدد وحلقه جديده من ساعه رياضه. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.